هاد السؤال زعما كيما فهمتو ولا انا موسوسه؟ فهموني فهموني بك، انا ما فهمش. استغفر الله ولا الله محمد رسول الله. تسمى تصويره باش تاكدي ومن بعد تروحي لي طابتا التليفون، انا نعطيك ديك النيميرو تليفون، واش رايك؟ وانا ما تحقينيش في التصويره، شغل انيوغي عندنا ما نديرو بك. اعطيني روحي بعديني، شو روحي بعديني، روحي بعديني بس كنت متقلق. صحيتي تسمى نتوما كي تتلاقي بواحد زعما تشوفي لا بروميير فوا في حياتك، تقولوا يعني تصوروا عندو سيلفي، صورونا تشوفوا. حنا ما درناهاش، تصورناش في اول لقاء بس كما على باليش اصلا بلي هو حيكون راجل باش نتصور معاه في اول لقاء. شو شفتو سي بون تحبست ما تصورناش، ما من بعد اول صوره انا وياه درنا لي فيونساي. ما تكسريش راسك، قايتك ما انا نخاف نقدر نتصور مع حتى واحد، ما نقول احتراماتي. ما تخطبني ما تخطب حكايتك ما تحكيهاليش، انا لا اتصور سي بون. اول تصويره في لي فيونساي وما عطيتهملوش، قعدوا عندي نخاف. ايماجيني بطل كي تصوري بالشعور، الله الله الدنيا مقلبه كيفاه، ما كانش صحيتي. واش رايك شوفي تبعيني مليح، واش رايك نبعث لك الفيش دو باي ولا الغلفي كونت تاعو عنده، باسكو حاط في بليزيور بانك والله يبارك، عنده تاع لورو عنده تاع، نبعث لك الغلوفي سي ميو جو بونس، يرضي الفضول خير من واش يخدم. تبان لي يهضر، انا على بالي بلي الفضول شو لا كيوريوزيتي اللي تهضر فيك، على بالي بلي حنا شعب كيوريو نحبو، بصح لو كان نعرفو نتغلبو على الفضول تاعنا في مجتمعاتنا العربيه صدقيني نعيشو حنا ملاح والناس تعيش ملاح والحياه تولي هايله والعصر يتزقزقو. بون راح نبريزيكم بريزيكم نورمال، اقسم بالله ما عندي تصويره كي كنت نقرا ابار الصور الجماعيه اللي صوروهم لنا في المسيد، امنيني ولا قعدي باسكو ببساطه ما كانش عندي تليفون، والله ما كان عندي حق ربي ما كان عندي، وكي طلعت للجامعه تليفوني بخاسك حطبه تما ما يصورش، وصحاباتي كيما حالتي ما يصوروا ما يعرفوا يتصوروا ما يعرفوا يصوروني. تصويره ما نسعاها كي كنت نقرا، انا بنت الشعب يا اختي، ما كانش عندي لي السيلفي ودي ما كاش، والله ما نسعت صويره باغ الجماعيه، نقلب عليهم نحكي لكم وحده ببساطه شديده، لانه رجلي راهو خدام ومشغول بزاف بزاف بزاف، الوقت ما عندوش وما كانش لهنايا وكامل تما سي بور سا ما درتهاش. شاك جودي هو يروح ما يكونش لهنا، الله 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 ما يكونش لهنا، ما درناش كي يولي ان شاء الله يفرج ربي نديروها الدنيا تخلط. صورنا فيها كاع بلا خمار الكورسي لا غو بلونش، الدنيا مقلبه يا ودي طايرنا ما كاش ما با كيفاش نحط للريسال القلوب، واش حاول واش غطي، لا غطيت راسي بغطيت يديا ما جاياش شغل ما جاياش كاع، نحط لكم تصويره كيما هكذايا. المشكل التصويره اللي كنت تخسوني فيها ما عنديش، راني حابه نعاود نولي للباسي، انا نتصور 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 ونجي، واش كنت ما نحبش نتصور مش عقلكم. هيا دوك نشوف كاين شويه اللي سخسيتوني اليوم، سافا لقيت عندي سافا خير ما كاش ما نحطهم منكم. قال لك سؤال رايك في الزواج، هذا وين تخلى خبطتو كيف خبطتيني ديرك رايك في الزواج تقوليها لي، ما رايك في الزواج ما تسري تقولي لي ما رايك في الزواج، ما ستني شديت بزاف ولا فهمت ديرو غلطه لا يتزوج بالاخر. نحل دارنا اروح شدني وتشوف اني هاي حل دارنا لكم الزواج ماشي مليح. كيف الزواج؟ زوج الله غير نصحهم اللي قادر على الزواج غير روح يتزوج. سبحان الله ماشي كان دوك اول فرصه اول فرصه بصح تكون فرصه مليحه على كل هاد لا كيسيون نروح نخطيك، هل صحيح انه الرجل ما يقدرش ينسى ماضيه؟ خطيني راهي خلينا نشوف الماتش راهي خطيني جاوب ما نقدرش نجاوب دوكا نشوف الماتش جاوبهم على السؤال شاف خسر لنا شاف جاوبهم على السؤال ينسى ولا ما يقدرش ينسى انت في رايك وشنو ما ينساش ما ينساش قول والله حبس انا بيا جيتي لعندي من هيك حبس كي بارك حبس ينسى ولا انت نسيت ولا ما نسيتش ينسى بيان سور ينسى يتفاصل قاعد فورماطه يتفاورماطه انت اللي كتفقيله انا واش قلت لك واش قلت لك انا تبعت رايك انت كي قلتي لي بصح انا رايي بين بلي نسوي تفورماطو انت نسيت بيان سير سير صح نفكرك فواحد الحاجه نشوف الا نسيت لا ما نسيتش فكر انا اربع نقول لك ام بعد نقول لكم صبروا نفكروا قبل
شوفي حطيتي يدك على الجرح. شوفي انا والله ما نحب نهضر بزاف ونقول لكم بلي شوفوني انا شحال هايله وندير وندير وندير. انا الا درت حاجه ما نهضرش عليها الوغ لا يما انا رضيت الوالدين عندي بالدنيا واللي فيها. تعرفي الدنيا واللي فيها الدنيا واللي فيها. خوتي امانه المرحوم نرفدهم طول عمري فوق راسي ونمشي بهم ما نقولش عييت نحيمهم فمي ونمدهم ما نقولش علاش وعمري ما نقول شوفوني انا واش ندير شوفوني انا. الناس اصلا نتو غشتي على بالو بلي طحتوا نطوا يا حصره يا حصره اش نحكي واش نخلي ليسونسيال. نخدم نقول لكم بلي انا كي توفى بابا المرحوم كنت نعيط نبكي ونسوخ. انا حكبتني ديبريسيون باش نكون صريحه ديبرست نبكي ونسوخ نقول يا ربي ما نقدرش الحمل ثقيل بزاف واعر عليا مي ربي سهل لي وخفف الحمل وراني نمشي فيه والحمد لله ونعمه بالله. رجلي كان معايا وعاونني ويعطيه الصحه وبارك الله فيه. شوفوا والله وانا ما نحلفش بزاف عمري ما نجي ندير حاجه في لي غيزو. انا في لي غيزو اصلا قيس الماء قيس الزيت سي بون ما نجيش نقول لكم شوفوا انا واش ندير لماما شوفوا واش ندير لخاوتي شوف باش ندي الثناء ولا باش الناس يقولوا عليا ساره شحال هايله سماهم على وجوههم. شبونس كاين حاجات لا تشرح وعيب الانسان يهضر عليها. انا ليسونسيال الثناء منين نديه من عندي ما تكون راضيه عليا تدعي لي دعوه الخير الدنيا باللي فيها الدنيا باللي فيها. راح بابا راضي عليا الدنيا باللي فيها وربي لحطني هنا في هذا الامتحان لحكمة يعلمها هو والله ما خلاني ربي سبحانه وسهل لي الامورات والحمد لله ونعم بالله. شتو كي نقول لكم انا الناس ما تسمعوا لهمش وما ديروش هضرتهم باسكو غدوه كي تتحطي في موقف كيما هذا صدقيني واحد ما يجي يطبطب عليك ولا يعطيك الخبز ولا يعطيك شربة الماء ولا يسقسي اصلا بالتليفون يا مخلوقه واش راكي. بابا حام ونص من اللي مات والله والله فاميليا ما رفدوا التليفون نهار وقالوا لي يا سارة وش راكي. تخيلي القلوب تاع البشر قساحت بزاف قساحت بزاف. أنا شوفوا كبرت فجأة كبرت فغيمون كبرت كي توفى بابا كبرت في كل حاجة ونضجت في كل حاجة بواحد الطريقة ما تيماجيني وهاش على بها نقولكم ها يا عيني تسمعي الفلان ولا الفلتان ولا يريبوك ولا بس كي تجي للصح ما على بالهمش بيك يحبوا برك يذكروا هذا ما كان. المهم المهم الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق والحمد لله يا ربي يا ربي يا ربي الحمد لله الحمد لله اللي قاعد ربي على كرسي الحق. علاش نقدر نقول لكم